متابعينا متابعي صدى البلد، بنتواصل مع حضراتكم من قرية أبو تشيشة. فيها مأساة، مأساة يعني بنت أو نعتبرها طفلة أو نعتبرها فتاة قتلت ولدها عندها 15 عام بالاتفاق مع خطيبها في يعني منظر بشع يندى له الجبين. احنا مع يعني والدة يعني المرحوم رحمة الله عليه أشرف وجدة يعني القاتلة والمتهمة. حاجة البقاء لله، الله يكون في عونك ويصبرك ابنك وحفيدتك. نار عيني نار ولع نار ولع نار، مش هتتفرج. انا سمعت ان اعدمهم لك قتلته ليه؟ عملت في انا بطالب بالاعدام ولا حاجه. ابوها اللي يعني هي يتيمه وابوها اللي مربيها ده موريها الرز اللي مسحتوه. اي حاجه نفسي فيها يطلع يجيب هدوم ايه وصور ايه وعزه وفخت اللي فيه ولا تعمل في باك ده. انا قلت هو نفس الوقت اب وام ليه تقوم تموتوا يا عرسي؟ يموتوه ليه؟ كان يعني انتوا الناس كلها بتقول كان بيحبها وكانت يعني بالنسبه له كل حاجه، ليه تعمل حاجه عنده منه؟ تعال ما اجوزك يا ابني شوف لك عيل. ولما اجوز منه الاول اما جوز منه الاول دي بقى ده الفيديو ده البنت هي بتتمكش فيه أبو. وكان باباها ما كانت خلصت عليه بتتمكش. ايوه ده عندي وهي بتتمكش ابوها مات وتتمكش يعني دي. هي اللي عملت في ابوها كده وكمان بتتمكش وتغني وترقص بتتمكش. هو في ايه النهارده؟ فرحي فرحي يا دي. انا عايزه قالت كده هجيب تورته. انا راح اجيب تورته وفرحي النهارده. فرحي انا حاسه ان انا عملت انجاز كبير. ده بعد ما عملت في ابوها كده بعد ما خبطوه على دماغه فاتحين له دي كده وخبطينه في رقبته من هنا ومن هنا واخد خبطه هنا وخبطينه بتظل بتاع المخبط هنا معاه له ثلاث سنات وخبطه في جنبه ثلاث سنات. ده كفر ده ظلم. احنا عايزين بصي اعدام الاثنين مش نفر لوحده. اعدام الاثنين عاوزين بقى الفلوس او ان يتعدوا الفلوس. الفلوس كده اهي كمان طالع لها فلوس اهي. هي الفلوس كده اهي يعني كان كاتب لها البيت ومديها فلوس كاتب لها البيت بعد ما ماتوا. كاتب لها البيت بعد ما ماتوا. الفلوس كده هي وخطيبها هو هي هما الاثنين هما الاثنين واخدين جوز ملايات عاملينه في جوز ملايات ومربطينه من هنا كده. بص ايده ديت في رجله متكتفه ده خدينه في التوك توك حته بعد ما موتوا كتفوه ده شغله خدينه في البحر. هو ما كانش موافق على العريس ده اصلا. ما كانش موافق خالص. ما كانش مرتاح له. يا امل انا مش مرتاح له. قالتله معلش عشان البنت ما تاخدوش وتمشوا معلش وافق وفرح باب مسموح وخطبها ومستني اللي هو يجي معاد القانوني تعمل يعملوا فكده عشان ايه؟ عشان من سبب دار مكتوب اسمها اللي هي مثلا تفلسعوا من طريقها وتقعد تظلم الظلم ده كله تقتل ابوها عشان ده هو كاتب لها البنت باسمها. كاتب لها البنت بعد وفاته ساعته خالص. قولي لي بقى الخبر عرفته هو اختفى لمده كام ساعه؟ عرفتوا الخبر ازاي بقى؟ عرفت الخبر اللي هي راحت لعمامها قالت لهم ابويا ابويا واحد رن عليه عشان يروح يصلح يركب شاشه ابويا ما جاش لحد دلوقتي. صلى الظهر وجيت على كل يابا قال لها لا اما ابقى اجي يا مني. خدوا مش استدرجوه قالوا هم قتلوا هو استدرجوا وخدوا هناك الجراش مسكوا قطعوا كان بتكتب عامل في عصابه صنعه. لو كافر ما يعملش كده فيه. كذا طعنه بالسكين. لو مسيحي ما يعملهاش فيه. كذا طعنه بالسكين. طب ليه؟ كفر ولا مش كفر؟ حرام ولا مش حرام؟ احنا في خراب. انت كنت مقلقه من خطيبها ده؟ انا ما كنتش مرتاحه له؟ يعني مش قوي يعني ما كانش بتشوفك كده برضه ولا بشوفك من ضارب عينك كده بقى هي في اخر الدنيا لكن احنا هنا حوالين بعضنا. ما كناش يعني نستنى اللي هو يعمل كده وكان بيدور معانا. ما كانش سيدنا كان بيدور معانا تاني يوم عامل نفسه يعني ان هو زعلان. هو خدنا في التوك على بيان موتوا جوه خدنا في التوك توك كده نحمله في التوك توك ويقفل عليك بالراس. قتل اللي قتله ما شافوش. ورماه الساعة 2 بلال وجاي تنام بيدور معانا. وكان عند الفخورة معانا، عند الجثة معانا هناك.
يعني انت قتله وماشي كمان معانا ما وجعش قلبك؟ ما افتكرتش لومة عشق ده من ايده؟ ما افتكرتلوش حاجه حلوه من ايده؟ ونورنا فيه ولا بنته ما افتكرتلوش حاجه حلوه؟ وكان بيعتبره ابنه طبعا. انا هبقى جوز بنته الوحيده. يعني كان معامله معامله كويسه اللي انت تطعنه في الاخر؟ ولا بنته ديت مربي ديب معاه؟ كان مربي ديب عشان ياكله في الاخر ولا حي؟ دي تسميها ايه حضرتك؟ ديب ولا حي؟ احنا عايزين حكم العادل اللي الدنيا تشنقه ما يقولوش هي تخش احداث اللي الدنيا تشنقه. من قتل يقتل زي ما هم قتلوا يتقتلوا الاثنين. الاعدام فقلب ساعه عشان النار تبرد. عاوز النار تبرد. يعني في حاله ربنا يا رب يصبرها. الوضع صعب طبعا. نار ده مش عارف انا بتاعته بعد 3 سنين عفسر القانون. يعني انا بقى هيلموا وموزوع المراكز اللي هي قولي لي بقى يا حبيبتي انت عرفت الخبر؟ ولما عرضوهم على احنا ما عرفناش الخبر لما رحنا نبلغ في المركز. طب احنا نبلغ قالوا تيجي بنته ناخد اقوال لسفته. بنته مجرد ما جت وخدوا اقوالها جه مكالمه لابن عمه وهو واقف قال له انت ضايع لكم واحد من امبارح. قال له ايوه. قال له هتروح عند الفخوره بتاعه الشوامي هتلاقي قبل منه في شط البحر تتعدم. انا قلت الامان الشرطه اللي انا قلت له اشمعنى لما منا جات ناخد اقوال ايه اخويا جثته بانت في ان برضه ما خدش مني برضه. قال لي هنعرف الوقت. خدونا ورحنا النيابه ياخدوا بقيه اقوالنا. قالوا هو ملفوف في ملايات ومتربط. طب الملايات دي موجوده؟ انت مش طبعا ما صدقتوش الخبر او شكيتوا ان هو يكون لا انا كنت شاكه ان ممكن الواد اللي موته لكن بنته لا. كنت مش مرتاحه له؟ لا مش لا انا كنت بحبه. مش هقول لك مش مرتاحه كنت بحبه. وانا اللي غصبت على اخويا خطبها. اخويا ما كانش. امال ايه بقى الاحساس ده جالك منين بقى؟ الاحساس ده جاني من ايام كان اخويا كان عرسه دي بيوديني ليا محل كان بيوديني برضه ويجيبني ويشكي لي عم اشرف مازم عليا. عم اشرف ما بيسيبنيش اقعد معاه. عم اشرف بيقعد يزعق واخلاقه وحشه. قلت له لا اخلاقه مش وحش هو خوفا على بنته ما تزعلش منه. ما بلاش يعني قعدوا مع بعض. هو اب حضرتك اخوه. انا اخد وراه. هو اب وام. ازاي هسيبك تقعد معاه وما فيش ام في البيت؟ لازم اكون انا موجود. وحدته وبنته واخته وصاحبته. وبقول له الو هبعتك وتعالى جيني يوم الجمعه واكون انا موجود. واختي جت عارفه الكلام ده. جميلة حبيبتي. المهم قلت لأمان الشرطة اشمعنى لما منا جت المركز واحد رن علينا وقال جثته في الحتة الفلانية واحنا ما نعرفش اللي هو لسه جثته. بس انا قلت اشمعنى لقى في الحتة الفلانية. ربطت دب ده. ربطت دب ده بان هي راحت المركز. ما انا قاعدة بقى لازم انا اشك في اللي حواليا. هم اتحفظوا عليهم. اتحفظوا علينا. انا لما قالوا في جثة وانا نازل اجري عايز اروح معاهم وبنته واخويا السيد اللي رحنا. قالوا لا انتوا تقعدوا هنا وعبد الحميد اللي هو ابن عمي اللي قال المكالمه هو اللي هيروح معانا. خدوه وراحوا بالبوكس. كتنا رنيت على اخواتي هنا قلت لهم اجروا في الحته الفلانيه بيقولوا في جثه شافوها اخويا ولا لا. قبل ما المركز يجي كان اخواتي راحوا هناك بس ما حدش عرف ولا حد نزل. قالوا لما المركز يجي عشان لو في بصمات نعرف ولو هو او مش. فالمهم قالوا هو اتحضن عليها ولا ما تزعلش مني ابوك وامك راحوا عليها وهي محشيه فلوس ابوها اللي هيمدهم لها ولادها بتوع في صدرها وانا واخدها في حضني وعماله تقطق عليها ومش شاكه فيها. جينا بعدها قالوا تيجوا الشوامي ناخد اقوالكم. خدوا منا دخلوها اوضه جوه وطلعونا بره غابي. بعد كده قالوا لنا انتوا تروحوا على النيابه. قالوا واخواتي وابوها هناخد اقوالكم. طب هاتوا منا. امين الشرطه قال لي لا ماشي. قلت له لا مش سايباها. قلت له لا مش سايباها. قال لي لا. قال لي لا ماشي روحوا روح انتوا النيابه وانا هجيب منه وهاجي وراكم الوقت ده. احنا بناخد بس شويه اقبال بسيط منك وهنجيب اقميص. انا رحت النيابه وكلهم خشوا اخواتي وابويا. قالوا اقوالهم ما شكوش في حد ولا اتهموا حد. ابن عمي قلت له طب انا عايز اشوف. قال لي مش هيجي لك. قال لي قلت له برضه اشوف. انا كان في دماغي حاجه بس عايز اوصل لها بس من غير اتهام في حاجه. مجرد ما خشيت وطلعت الملايات قلت لهم دي ملايات اخويا بتاع زوجته اللي توفت. دي بتاعت فرحها اتربت من كتر الغسيل وانا اللي مطبقاها بايدي ولماهم وعلقوها في الدولاب عنده في ضلفه الهدوم منا وهدوم امها لما جه يتجوز ست اللي هو طلقها دي. كنت مستفه هدوم منا وهدوم مامتها بملايات مامتها عشان تبقى دي حاجه منا لسريرها هي.
رئيس المباحث قال لي دي برضو دليل مش كافي اللي ملات من بيته. طب قلت له دي ملات من بيته، معنى اللي ملات من بيته يبقى بنته عريسه اللي موتين. في حاجه قال لي برضو دي دليل مش كافي. في حاجه تانية قلت له البيت مسجله في المحكمه باسمها بعد وفاته، معرفنا كلنا مين اللي له يد اللي هو يموته، مين اللي له يد اللي هو يورثه، ومتمنى اللي هو يعمل كده بنته. الفلوس بقولك في صدرها وانا واخدها في حضني في المركب. هو اللي سحب لها الفلوس وجاب لها الفلوس، سحبها عشان يدفع منهم جزء لطليقته عشان يتنازلوا عن القواضي، لان اخويا ما كانش عايز يطلع وهم كانوا عايزين يطلعوا، لان اخويا كان بيضرب مراته عشان خاطر بنته، عشان يرضي بنته. يعني هو طلعها عشان خاطر بنته، كانت معاملتها وحشه مع بنته. لا انت لو كنت شفت طريقته دي آية في مصحف ملاش في التانية اللي كانت بتعملها وحش يعني. لو انت كلمتها زهقتها يعني زهقتها. وما كانش بتشكيله ولا تقول له بنتك كانتني ولا بنتك شتمتني ولا اي حاجة. سكن طبعها بقى. دفع جزء وتفضل معاه 50,000، خد 14 منهم جاب خشب المطبخ بتاع منا الاسبوع اللي فات اهو، وكان عايز 36,000. هم في المركز قالوا لقوا في صدرها 36,000 وهي جنبي وانا واخدها في حضني، يعني سرق ابوها ومتفقه معاهم كمان على قتله في شارع مين؟ ايه الاسود دي؟ في شارع مين؟ ديننا واسلامنا قال كده، ان موت ابونا يكبرنا ويصرف علينا ويخلينا حاجه كويسه ويبقى قلبه عليا لغايه دوما الداخليه، حاجتها الداخليه مش عايزه اقول بقى جايب لها كل حاجه بتاعت الحاجه يجيبها لها. ما كانش مخلي نفسها في حاجه، مش عارفه ليه السؤال ده. ده السؤال اللي احنا كلنا بنقول ليه. انا عايزه برضو اعرف ليه اتفقت مع عريسها حتى لو عشان جواز ما توصلش ليه تموت ابويا. دي قلبها ما وجعش عليه وهي عارفه ان عريسها بيرن عليه وروح له، ما ندتش عليه وقالت له استنى يا بابا ما تروحش المحل يا بابا انا عايزاك. كانت خدي طبعها في حضنها وقالت له لا ما تروحش المشوار ده. كان قلبها يوجعها حتى. كان لما حل لابوها لو هي بنته فعلا زي ما احنا كلنا بنقول بنت اخونا، لو هي بنته كان دمها حن، كان دمها حن لابوها. اسوء صعب قوي. وهي عارفه اللي حارسها مستنيه في الجراج التوك توك بتاعه هيضربه بسكينه وبعد ما يخلص تاخد ملايات ويلفوه ويكفنوه. قال لا الاربطه، اتعرف على الاربطه، قلت له الاربطه دي مش من دار اخويا، شريط اخضر بتاع كرتون البلاط وحته من قماشه عبايه بس مش من البيت، من هنا لا من بتاعه منى ولا من بتاعه محمود، وشريط من بتاع بلات التيب، شريط من بتاع البرد اللي تتعبى فيها التيب. كنت فين اخويا ده؟ يعني بعد ما موته وطعنه لفوا في ولاده وكفنوا تشوفيه اصلا تقولي ده متكفن، ربطوا له بزعبوط عشان لو رموه في الميه ما حدش يشوف وشه. مين اللي يعمل كده؟ ده احنا مسلمين في شارع مين؟ محمد دي يستاهل ايه؟ محمد دي يستاهل ايه؟ لو قالوا اعدام يبقوا ريحوه، لو قال عليهم اعدام يبقوا ريحوه، دول المفروض يتعلقوا على سيبيه ويدونا سكاكين وكل واحد يعدي يقطع له حته على الحي. اللي يقول لك اعدام يبقى رحمهم لانه ما بيقلبوا نفسهم الوقت. اعدام يبقى احنا رحمناهم وهم اترحموا، لكن لما تعلقوا على سيبيا الاثنين وكلنا نمسك سكاكين زي ما هو مسك سكينه وبقى يشفف اشرف ويخبط في دماغه وفي وشه وهنا طعنه وهنا طعنه وفي دراعه من هنا حرقوه في شارع مين؟ هو كان ذبيحه اشرف، كان ذبيحه وكان بيشفيه. من المفروض يعلقهم لنا، يجيبوك دوت ويعلقهم على سيبيا، نقطع منهم على الحي، نقطع منهم واقول له جرب يا محمد بتوجع وانت بتقطع في شارع مين؟ انا مش متخيله في شارع مين؟ يعني بنت ابوها تعمل في ابوها كده ويهون عليه، يهون عليه، ما افتكرتوش اي حاجه حلوه، يهون عليه. لو راح في اي مشوار كانت في ايده، كانت هي حبايه عينه اللي بيشوفها. لو قالت له انا عايز طعم كان بيديني بالالف جنيه واقول له خدها وروحي بالاسهل هاتي لها اللي هي احلى احسن اغلى حاجه واحسن حاجه. والله العظيم كان بيجيب لها احلى حاجه. وتعالوا وشوفوا كل مش عشان انا اخت اللي بقول كده. انا مش متخيله يعني مش بصراحه انا مش متخيله اللي بيحصل ده. يعني ايه اللي بيحصل؟ دي كانت اكتر واحده في شارع مين؟ اللي بيحصل يعني بنت في السن ده 15 سنه يعني دي مش عيله اللي تعرف يعني ايه تسرق وتخبي، اللي تعرف يعني تتفق مع عرسي وياخدوا جراج ويقتلوا. دي مش عيله، العينه اللي ما تعرفش حاجه اللي تقول له موت ولا انت حر. ايوه مش في السن. لو ما تحج عليها فعلا زي ما كل بيقول، لكن ابويا يهون عليها ليه؟ يهون عليها ليه؟
يا ريته قاسي، كانت قلت ولا حتم على نفسه اللي بنته تموته. لو قاسي في حق بنته كانت تقول من حقها تعمل في كده، لانه من معاملته الوحش. بس والله معاملته ما كانت وحش، كانت معاملته احلى معامله. واول بنت في عيلتنا كانت متدلعه عشان كانت وحده امها. لو وريتك الصور الوقت بتاعتها، هات الصور بتاعتها من على السنه، هوريك صورها. ما فيش صوره متصوره فيها الا كل صوره بطقم بطقم ودلع وتسريحات، هتشوف الدلع. اللي بتقول كان بالنسبه لها، كان بالنسبه لها اب وام، يعني اب وام. بقول لك لو جالها دور فلان ومن غيرها بس رشحت، ما كانش بيروح يجيب لها تركيبه، كان ياخدها انا وهو التوك توك يروح يمشي معاها عند الدكتور ويروح يجيب لها الفرخ الشامور. تقول لي اذبحوا لها واكليها، اكلي منها يا امل. وادي لها عليا، بصي كده على الصور، بصي كده على الصور المدلعه متصوره فيه الشكل التاني. طلع لي بس الصور كده، الصور يا جماعه العالية، بص كده اغلى حاجه، بص كده على الصور، بص كده. شفت منه المدلعه اللي اتدلعها، اللي اتدلعها موتت ابوها. بص كده على منه، بص على منه، بص على الصور. شفت صور منه، شفت كل صوره لابسه ايه، شفت اللطقم اللي بقى جبال ايه، دي صور المعهد. شفتي 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 الدلع، شوفي الصوره اغلى حاجه، شفتي الصور، شفتي الدلع، التسريحات والنظام. بصي شفتي اللبس، شفت الدلع اللي ابوها كان بيعمله لها، ده كمان بتقول ابوها غاب في حقيقه. ابوها كان احن، هي كانت في ازهر، كانت في ثانوي ازهر. ابوها كان احن، قالت في ثالثه اعدادي امتحنت ونجحت، وقالت لك ما عندش راحه، انا عايزه اتجوز، انا عايزه اتجوز. شفت الصور، كملي يا منى. وابوها قال لها كملي وانا هتجوزك لما تخلصي ثالثه ثانوي. قالت له لا، انا عايزه اتجوز، انا هروح. فستنا على اغلى حاجه. شفت الصوره دي، هاتي لي الصور دي، ان شاء الله الولع فيه، الولع فيه ان شاء الله. شفتي لو اشرف له صور العيال، هات الصور كده، هات الصور، صورت الحاجات. بص كده على الصور دي، شفت اللي كان مربي في بيته، كان مربي افعى، مربي دي في بيته عشان يموت في الاخر. ده مربي افعى عشان في الاخر علم واب وام ويغسل هدوم بنته الداخليه، ما حصلتش في التاريخ ان انا اعمل ده كله وفي الاخر تموتني. انا لو اعرف كنت موتها، ما كانتش عايشه على الدنيا دي، دمرت نفسيا. تطلع تقول ده ابويا مش عاوز يجوزني، حاجه تانيه، هو يمكن دمرت نفسيا. مفيش اب بيعمل كده، دمرت نفسيا. هي اترمت في السجن وبقى اترمى في الترب، دمرت نفسها. لا منها قعدت في بيتها، ولا منها فرحت زي اي بنت. زمايلها في المعهد بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا مجرمه، كان في وسطنا مجرمه. نبح ايه؟ نبح اللي بقى اترمت في الترب، وهي اترمت في الاحداث دلوقتي. هو كده كده عايزه يتشنق. هي نبح ايه؟ نبح اللي هي ضيعت نفسها ودمرت نفسها. هل هي مش صعبانه عليا؟ صعبان عليا برضه نومتها وبهدلتها. هي ما كانش لها كده، بس هي تستاهل، هي تستاهل، لانها مش عايزه اخويا، هي تستاهل اللي تعمل فيها. صعب الموقف يعني، بنت اخوكي وبنته، يعني الله يكرمها. يا ريت، يا ريت كانت قتل بايد عريس بنته، وبنته ما تعرفش. انا كان نفسي بنته ما كانش يبقى لها يد ولا طبع. والله العظيم كنا هنجوزها احلى جواز، وكنا هنخليها احسن بنت في العالم. كان نفسه منى عيني تقول لي في المركز اللي محمد عامل في ابويا كذب ورماه، ما قاليش الا النهارده يا عم، كنا كلنا هنقف معاه، كنا هندافع عشان خافت على اخونا. وقال ما قالتش، كل ما اخدها في جنب، طب ابوكي مالوش عداء مني، طب ابوكي عليه فلوس لحد ممكن حد خبطه، طب ابوكي كانت عامله العامله معاه وعامله نفسها مش عارفه حاجه. كل ما اكلمها تقول لي، كل اللي قالوا لي انا رايح اشوف شيشه عند واحد وهطلع اروح المحل. يا منى احاول تفتكر يا جميل، جدع. اخويا عامل ايه؟ اخويا عامل ايه ده كله؟ دي اكتر واحده كانت قريبه من اخوك. ما هو واضح، اكتر واحده، اكتر واحده قريبه فينا كلنا. واضح انا عايز، انا بس نفسي ومنى عيني ما يتحكمش عليهم بالاعدام. أيوة. يتحكم عليهم، يتعلقوا في سيبيا زي الذبيحه زي ما عامل اخويا. واحنا اللي نقطع فيهم، واحنا اللي نقطع فيهم، كل واحد ياخد السكينه عشان نار تبرد، ونقطع منهم بالحياه كده حته بحته، واقول لهم بتوجع، بتوجع زي اخويا اللي عنده السكر اللي خد الخبطه ما استحملهاش. في شارع مين؟ ديننا واسلامنا قالنا نموت بعض، ديننا واسلامنا قال كده. ده الناس الواحده عايزه تخاف من عيالها، اللي عنده عيل هيخاف منها. دايما يقول لك البنت حبيبه ابوها، ازاي؟ ازاي؟ بستغرب، انا بستغرب اصلا ليه؟ ليه عملت كده اصلا؟
لو انتوا لو هم طلعوا خدوا كام سنه وطلعوا يبقى خلاص كل واحد يعرف هيعمل ايه في ابوها. كل واحد يعرف يعمل ايه. طب وطلبوا بالاعدام؟ الاعدام لو لا ده الاعدام لا لا الاعدام بنريحه حطوا في سيبيه. الاعدام بنريحه يتعلقوا الاثنين في سيبيه ونقطع منهم بسكاكين. وان ما قطعناش احنا الغربه هيقطعوا فينا. البلد كلها اخويا دمه مش هينح لاي حاجه. ليه؟ اسألك اللي عملك ده راجل مؤمن بالله ولول والله كان له جنب لله طلع للنبي وكان بيصلي الفرد الفرد وكان عباد المحل والعصر جدا يقفل ويعدي. كانت تبقى جنب منه في محلي والاقي رايح دفنه رايح فين ولا رايح دفنه وانت تعرفه يقول له ده صواب ده صواب. الدنيا كلها كانت تعالي شوف دفنته كده شوف المول احنا نوريك دفنته. دي كانت دفنه محمد الشعراوي اختها بالظبط. كانت دفنة محمد الشعراوي مش دفنة محمد مش دفنة اشرف السعيد في شارع مين ده منا ومحمد لو جم احنا مش هنجي البلد. بس البلد هتاكله هتموته والله هتموته. ما حدش مش هناخد فلوس. والمجرم ماشي يلف مع اخواتي مش هناخد فلوس. واروح قاعد في دار ابويا قاعد الصبح وقاعد ومش باين احلى حاجه خالص طبيعي ولكنه موت ولا قتل ولا لف ولا نفخ في البحر. واخواته هيموتوا اخواته هيموتوا بسبب ليه؟ اخواته هيموتوا بسبب الكارثه دي. مين اللي يرضى كده؟ لو هم حكموا عليهم حكم لما يتسجنوا هيبقى حرام هيبقى حرام لان الاجرام هيزيد. ايوه والله الاجرام هيزيد. كل واحده هتموت ابوها وتتفق مع نفسه عارفين اللي هيتسجنوا كام سنه ويطلعوا الجنة. حضراتكم يعني اعزائي المتابعين متابعي صلاه البلد يعني مساء زي ما انتم شايفين حضراتكم يا ربنا يصبرهم يعني على التلاوم يعني وان شاء الله اخويا واقف كده مجراه وبيتحط قدام مني في التربه وبيتردم عليه بالرمل وتقفل على الخندق عارف وانا مش عارف مش عارف اعمل له حاجه. ابني يرن عليا من النبي يقول لي انتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين ياما لما سبتوا خالي تعمل هو اللي مربي هو اللي مربي هو اللي مربي لي ولادي ويقف معايا في كل حاجه عمره ما بيسيبش حد ولا بيخلى عندي في اي حاجه ما بيسيبش حد اخواته في اي حاجه بيحب ياخد كلهم وياخد ربنا يرحمه وانا اليه وانا اليه راجعون. كنا معكم ابو تشيشه تابعه لمركز بلهاز ومحافظه ابو قاليه. شكرا لحضراتكم على المتابعه.